علشانك ممكن اخبط او ازعق او اكسر، علشانك اهد الدنيا حبيبي. بس نانسي عجرم باول تعليق على خلاف زياد برجي وإليسا: يا ريت ما صار. وجهت لهما رسالة مؤثرة وهذا ما كشفته. نانسي عجرم تدخل على خط خلاف إليسا وزياد برجي، ما قالته عن مصالحتهما مفاجئ. وهكذا علقت على قضية سعد المجرد: أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً مميزاً في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية. حضره عدد كبير من محبي وجمهور نانسي الذين راحوا يتفاعلون مع أغنياتها ويرددونها ضمن أجواء حماسية خلقتها نانسي في الحفل كعادتها. وعلى هامش الحفل التقت وان تي في الفنانة اللبنانية التي أشارت بداية إلى سعادتها بلقاء جمهورها وفرحتها الكبيرة لإحياء هذا الحفل، لافتة إلى أنها كانت متحمسة جداً لخلق أجواء استثنائية مع الجمهور. وفي السياق سألت المذيعة نانسي عن رأيها بالخلاف الأخير الذي حصل بين الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة اللبنانية إليسا على خلفية أغنية أنا وبس، حتى وصل الأمر بهما إلى القضاء بعد أن عمد زياد إلى طرح الأغنية بصوته مع تغيير اسمها إلى وبطير. بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس. من جهتها أشارت نانسي إلى أنها أحبت الأغنية من الفنانين، معتبرة أن إليسا وزياد يملكان إحساساً مرهفاً، وقدم كل منهما الأغنية بطريقة مختلفة عن الآخر، ولا يمكن مقارنة صوت امرأة بصوت رجل، مشيرة إلى أنها تعاونت مع زياد في أكثر من عمل، وكل منهما يقدم الأغنية على طريقته، مؤكدة بالمقابل أنها انزعجت من خلافهما وتمنت لو أنه لم يحصل. من هنا قالت نانسي: علاقة منيحة فيهن اثنينات، وإذا بصر لي فرصة صلحن. مضيفة: حرام فنانين بهالأحساس يختلفوا، وأنا بقول إنه المرأة يمكن إرضاء لأنه أحاسيسنا عالية وكلمة بتخلينا نرضى، لذا أدعو زياد أن يبادر لمصالحة إليسا وإنهاء الخلاف بينهما. يا ريت ما صار، أكيد، وبتمنى إنه هلأ إذا بيقدروا يرجعوا يتصالحوا، يعني بقول له لزياد كمان. وعلى صعيد آخر فضلت نانسي عدم إبداء رأيها في الحكم الصادر بحق الفنان المغربي سعد المجرد، حيث ردت على سؤال المذيعة بالقول: أنا بطبيعة الحال أدافع عن حقوق المرأة وما بقبل أنه تتعرض لأي أذى أو ضرر، ولكن في المقابل أنا ما بعرف تفاصيل قصة سعد المجرد مع هالفتاة، وطالما القضية في المحكمة فلا يمكنني أن أقول شيئاً. ما تعتذر لعملت فيه ما إلو. وختمت نانسي كلامها بالقول: أنا بدوري مررت بنفس التجربة ولم أصدق ما تعرضت إليه أنا وأسرتي، خاصة أنني كنت مظلومة، واستغرقت المحاكمة وقتا طويلا حتى نتمكن من الحصول على براءتنا، لهذا السبب لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك عن محاكمة سعد.